ويعد يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين، فيه أهم أركان الحج وهو الوقوف على جبل عرفة. ويعد هذا اليوم فرصة للتقرب إلى الله بالدعاء والصلاة والأعمال الصالحة، وهو صورة من صور تضامن المسلمين وفرصة للتسامح والعفو والتعاون على البر والتقوى. استجابة لأمر ربه، أذن إبراهيم في الناس بالحج ليأتوه رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بركة دعوة أبينا إبراهيم ما زالت تتردد صوتا وصدى، فها هم الملبون جاءوا شعثا غبرا من شتى أصقاع المعمورة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يوم عرفة الأفضل في الفاضلات العشر من ذي الحجة، هو يوم مغفرة الذنوب والخطايا والعتق من النار، وهو يوم يباهي الله بأهل الأرض أهل السماء ليتنعموا بلحظات التجلي العظيم لله على عباده، ويعيشوا أياما مباركة قياما وسجودا تهليلا وتكبيرا ذكرا وتلبية، رافعين بذلك شعار العبودية الخالصة لله تعالى، مجسدين معاني الوحدة والأخوة الإيمانية بينهم. جهود تنظيمية وأمنية كبيرة تبذلها السلطات السعودية حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم ليتفرغوا لغاياتهم الأسمى التي جاءوا من أجلها من كل حدب وصوب على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم في خشوع وإخبات. يوم عرفة يوم تتوحد فيه مشاعر المسلمين، وتتوحد قلوبهم على ذكر واحد، على صعيد واحد، لرب واحد وهدف واحد. اليوم وهنا يتجلى المنهج الرباني والهدي النبوي الذي جاء به الإسلام وأرساه قيما وسلوكا وعملا وعبادة في كافة نواحي الحياة، مشهد الوحدة والتوحيد وصورة الترابط والمساواة بين أبناء الأمة، فلا رفث ولا فسوق عندهم ولا جدال بينهم، الكل هناك سواسية، كلهم عباد لله تجمعهم لغة التوحيد. إن الحمد